تحياتي جميعا اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في هذا القناه ساحاول ان اتكلم فيه المره الاولى العربيه الفصحى غرضي من هذا الموضوع او اقرب ما يكون الى الفصحى غرضي في هذا الموضوع ان هذا الفيديو سيتم توزيعه في عده منظمات واستخدامه في دورات الاندماج وايضا لمساعده القادمين الجدد على معرفه معلومات اساسيه عن النظام السياسي في هولندا والذي سيكون محور حلقتنا لهذا اليوم، ولاحقا ممكن يكون مواضيع اخرى هو التاريخ او الجغرافيا ولكن كلها هي معلومات مبسطه، معلومات غير موسوعيه، الهدف منها اعطائك فكره بسيطه بلغتك الام بالذات في بعض المحاضرات، كانت الفكره من اقتراح احد الزملاء في منظمه في بي ان. طبعا العمل هو طوعي وغير مدفوع بالمطلق ويحق لأي أحد إعادة استخدامه أو نشره أو عرضه بالطرق التي تراها مناسبة كما ذكرت في أول هذا الفيديو الذي سيكون مذكورا في كل حلقات هذه السلسلة القادمة قبل أن أبدأ هذه الحلقة سأبدأ مع فاصل صغير لأدخل مدخل إلى الحلقة الأولى أو أقول المحاضرة الأولى في هذا الكورس والتي هي النظام السياسي بهولندا مملكة هولندا مملكة الأراضي المنخفضة وكيف يعمل انتظروا طبعا أولا من الجدير بالذكر ولا أمل ذكر هذه المعلومة لأن هذه المعلومة هي أساسية جدا عندما أتكلم عن مملكة هولندا فأنا لا أقصد داء فقط الجزء الذي يسمى هولند والذي هو جزء من مملكة الأراضي المنخفضة جرت تسمية التسمية الاصطلاحية في عدد من اللغات منها الإنجليزية منها الفارسية التركية على كلمة هولند أو هولند بالإنجليش لإطلاقها على مملكة الأراضي المنخفضة والتي اسمها بالهولندية الكلاسيك خليني أقول كوني رايك دير نيدرلاندن أو كما تعرف في لغة اليوم هي نيدرلاند وهي الأراضي المنخفضة لكن هولندا هو الجزء الذي سيظهر صورته هنا هو نورد وزاود هولندا وهو إقليم والإقليم مكون من محافظتين كانوا عبر التاريخ هم الأهم في فترة النهضة في هولندا فجرت تسمية المملكة كلها أو أطلق عليها اصطلاحيا هولندا ولكن هي مملكة الأراضي المنخفضة هذه المملكة التي هي مملكة الأراضي المنخفضة تقسم إلى مناطق إدارية يجب أن نعرفها لكي نفهم كيف يعمل النظام السياسي في هولندا المناطق الإدارية هي مكونة من 12 محافظة هذه المحافظات تبع النظام اللامركزي طبعا مقسمة إلى حوالي 483 بلدية مصغرة لها مجلسها المحلي ولكن ضمن تلك ال 483 بلدية طبعا تزيد أو تنقص لأنه في بعض الحالات يتم دمج بلديات أو فصل بلديات ولكن الرقم حاليا سنة 2021 هو 483 منهم ثلاث بلديات لهم معاملة خاصة جدا آه ليست موجودة على أراضي القارة الأوروبية ولا بالقرب من شواطئها إنما موجودة في البحر الكاريبي ستكون صورتها موجودة هنا وهي جزر الكاريبي أو جزء, من جزر الأنتيل خبيل جزر الأنتيل أو كما تسمى بجزر البي اس اس وهي بونير سانت أستاتيوس وجزيرة سابا ولكن هي بلديات ينطبق عليها القانون الهولندي بشكل كامل دعوني الآن من هؤلاء البلديات ولكن هناك تحت التاج الملكي الهولندي ثلاث دول تتمتع بالحكم الذاتي هي أيضا موجودة في البحر الكاريبي وهي جزر أ بي سي أو أ بي إس كما يسموها وهي جزر أروبا وسانت مارتن وكوراساو. هذه الجزر هي تعد دول تتمتع بشكل من أشكال الحكم الذاتي وهي صغيرة أكبرها كوراساو. صراحة لها قوانينها الخاصة ولا زالت تدين بالولاء للتاج الهولندي ولها أعلامها الخاصة التي سأعرضها هنا أنا أطرح هذه المعلومات لأن كونك قادم جديد هولندا أو كونك شخص لاحقا ستكون مواطن هولندي فيجب أن تعرف هذه المعلومات الأساسية التي لا تخفى عن أي مواطن هولندي يعيش في هذه البلد أو عاش لفترة طويلة في هذه البلد طبعا المملكة كما قلت نظامها هو نظام ملكي دستوري تحكمها عائلة فان أورانيا منذ قرون مضت عدد سكانها حوالي 17 مليون نسمة موزعين كما قلت على هؤلاء المحافظات وسنتكلم لاحقا عن النظام السياسي وماذا تعني الملكية الدستورية وكيف تعمل ولكن قبل أن أدخل في, في, في صلب الموضوع مباشرة نحب أن أعطي نبذة تاريخية عن تطور هذا النظام الملكي الدستوري وأيضا في صندوق الوصف سأضع معلومات جدا مفيدة وفي أحدها بصراحة وجدت شرح بسيط جدا بالصور عن النقاط الفاصلة في الحياة الديمقراطية الهولندية أو في التاريخ الهولندي بإمكانك أن تضغط على أي نقطة وتصل للمعلومة التي تريد بجميع الأحوال هناك معلومات جدا مفيدة ستكون موجودة في صندوق الوصف ولكن دعونا نعود الآن إلى هولندا في القرن التاسع عشر في يعني نتكلم عن سنه 1815 عندما بدأ النظام الملكي الهولندي يصبح ملكيا دستوريا. اي ان الملك تخلى عن جزء من صلاحياته ليسمح بشكل اخر لمؤسسات اخرى ان تقوم بهذا الدور وهذه المؤسسات الاخرى التي كانت هي البرلمان الذي بدأ سنه 1848 بان يكون هو المشرع في هذا البلد البرلمان الدستوري او الديمقراطيه البرلمانيه والاقل والاستخدم هذا اللفظ وتعرف هذه الدوله هولندا بشكل عام بانها دوله توافقيه تتميز فيها السياسه والحكم بمحاوله تحقيق اجماعات ليس في هولندا اي شيء من المسلمات دائما في نقاشات كانت ولا تزال دائره دائما وليس دائما هناك راي واحد او راي هو الراجع تعد توصف بأنها ديمقراطية توافقية أه، تحاول السياسة فيها أن تخدم المجتمع ككل بغض النظر عن أه، اختلافاته أه، وصفت هولندا سنة 2010 الف بأنها الدولة العاشرة في سلم الديمقراطيات في العالم وهو مركز متقدم وهذا وفق دراسة صحيفة الإيكونوميست البريطانية أه، ونعود قليلا أيضا إلى, إلى نمو هذه الديمقراطية التي وجدت في مملكة الأراضي المنخفضة والتي هي أعود لكلمة مملكة الأراضي المنخفضة وأعود أيضا لتحولها لمملكة آه لمملكة برلمانية آه برلمان مونارخي كما يسموها بال أو مناركي آه باللغة الهولندية آه وعندما بدأت هذه الدولة تتحول إلى ديمقراطية برلمانية فضلت بلجيكا في ذلك الوقت الانفصال عن هولندا وتم صراحه قبل ان يتم الانتقال الديمقراطي بشكل كامل حصل سنه 1830 فصلت بلجيكا عن هولندا ولكن مع دخول هذا النظام الديمقراطي البرلماني بدا هناك شكل من اشكال التصويت ولكن التصويت عندما بدا يخيل للبعض ان هولندا كانت منذ بدء التكوين هي واحه من واحات الديمقراطيه لم يكن الموضوع كذلك كانت هي تجربه هي مخاض كان يجري على مراحل وفي بدايه التصويت كان يحق فقط للنبلاء لملاك الاراضي لرجال الدين للطبقات العليا المجتمع ان تصوت في انتخابات البرلمان او المجالس الشعبيه والنقل الى ان وصلت الى اهم نقاط التحول الديمقراطي إذا لم يكن أهمها على الأطلاق وهو سنة 1917 عندما أصبح حق لعامة الشعب من الرجال أن يصوتوا ولا الرجال أنا أتكلم هنا عن الرجال ولكن بعد سنتين من هذا التاريخ سمح أيضا للنساء بأن تبدأ بالتصويت ولكن هذا هو كان كان بداية الديمقراطية كما نعرف هي مرتبطة دائما بفكرنا بموضوع التصويت هنا أتيح التصويت لكل بالغ لكل مواطن هولندي أن يشارك بشكل مباشر أو غير مباشر باتخاذ القرار ويتمتع بحق التصويت السلبي والإيجابي أو نقول الفاعل والمفاعل أي أنه يصوت لأحد أو يترشح ليتم التصويت عليه وانتخابه يعني طبعا أنا تكلمت عن موضوع التصويت حق التصويت ولكن وقلت انه هو ممكن ان يكون اهم نقطه في الحياه السياسيه الهولنديه ولكن انا ايضا لا اغفل عن قرارات كانت مهمه موجوده في التاريخ لاذكر على سبيل المثال فقط للاطلاع منع تشغيل الاطفال من عمل الاطفال دون سن 12 سنه وهو كان بعام 1874 إلزامية التعليم اللي بدأ في عام 1900، كان هناك محطات ولكن أراها أقل أهمية ممكن أن تهم الدارس الذي يحب أن يطلع أكثر عن تاريخ هولندا السياسي والأقل. ولكن لننتقل إلى عام 1960 في هذه الفترة بصراحة لا يوجد تغير ثوري والأقل ب بمسيرة الحياة السياسية بهولندا إلا أنه بعد الحرب العالمية الثانية بعد تحول هولندا الى 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 دوله صناعيه او دوله شبه صناعيه، دوله منتجه بدلا ان كانت تعتمد على انتاج السفن والزراعه وانتاج المواشي، اصبحت تتجه الى تصنيع ايضا هذه المنتجات. وايضا كان من المهم جدا اعاده بناء البلد بعد الحرب العالميه الثانيه. لذلك برزت طبقه اخرى هي طبقه فاعله في المجتمع وهي طبقه العاملين صغار العاملين. في المعامل أو أصحاب الحرف الصغيرة وأصبحت تتشكل في تجمعات ونقابات مهنية وتتحول إلى أحزاب لكي تطالب بحقوق هؤلاء الطبقات مما أفرز واقع جديد أفرز فكر جديد أفرز متطلبات جديدة بدأت أن تتبلور في شكل الحكومات الهولندية التي ستكون لاحقا متتالية على هولندا والتي تشبه كثيرا الحكومات الموجودة في أيامنا هذه لكن الان كفايه تنا... كفايه حديث عن التاريخ أه... قبل ان نبدا نتكلم عن البرلمان ونتكلم عن مصطلحات غير مفهومه لنفهم قليلا بعض هذه المصطلحات ونفهم الشخص الذي يحمل لقب معين ماذا يقوم هذا الشخص ماذا يفعل بهذا اللقب الذي يحمله او المسمى الوظيفي الذي يحمله وسأ... أه... وساحاول هنا ان ابدا من الاعلى الى الاسفل وانا لا اقصد هنا فقط التراتبيه في السلطه ولكن التراتبيه الرمزيه في السلطه وكما سيظهر بالصورة لديكم هنا رأس الحكومة رأس الدولة هو ملك هولندا كونينج دير ملك المملكة الهولندية ولكن هناك قول معروف بهولندا يقولون في از ذا سابقا من هو السيد كانوا يقولون الملك هو السيد او الكنيسه هي السيد ولكن حاليا الجواب نيمان از باس لا يوجد هناك سيد الموضوع هو موضوع رمزي شكلي صلاحيات الملك تقتصر على توقيع المراسيم هي امور جدا شكليه، امور فخريه، امور رمزيه، تقتصر على توقيع المراسيم التي تخرج من البرلمان وفي هذه الحاله فيدا كامر سأشرح هذا المصطلح لاحقا. في تمثيل هولندا في المحافل الدوليه، قراءة الميزانيه في يوم البرنسيس داخ واقول هنا قراءة وليس وضع الميزانيه. ايضا المشاركه في انشطه خيريه، انشطه تطوعيه، وبتمثيل البلد في بعض الأماكن داخليا أي أن الملك ليس هو الحاكم المطلق بأمر الله وليس له أي دخل في القرار السياسي ويحق له فقط أن يوجه بعض النصائح للأحزاب السياسية أو النقابات وتأخذ على مبدأ النصيحة فقط له. قبل أن أتكلم عن بقية الهرم قد يبدو للوهلة الأولى بأن الملك هو على رأس السلطة ولكن الملك ليس له صلاحيات فكيف هو على رأس الهرم الموضوع غريب دعوني أشرحه قليلا فقد يكون الموضوع أكثر وضوحا بهذا الشرح كلمة لاتينية اسمها تريس بوليتيكا وهي ثلاثي السلطة أو الثلاثي السياسي والأقل بهذا الموضوع وأعني بهذا الموضوع هي السلطات الثلاثة الأساسية في أكثر البلدان في العالم أو البلدان حتى لو كان فيها ديمقراطية شكلية فستتبع هذا الفكر من فصل السلطات أي أن لدينا في كل بلد السلطه التنفيذيه والتي هي الوزراء رئيس الوزراء رئيس الدوله الملك والمؤسسات التابعه له هي سلطه تنفيذيه تقوم بتنفيذ القرارات تقوم بالعمل على تحسين معيشه الشعب ولدينا السلطه التشريعيه والتي هي تكون ممثلين الشعب الذين يكون مجلس الشعب او البرلمان او المجالس الشعبيه والتي تقوم بسن القوانين الجديده بناء على رغبات الشعب هناك الش... السلطه القضائيه التي تقوم بالفصل بين المواطنين او بين الدوله والمواطنين في حاله النزاعات او بين السلطات بعضها البعض اذا طبقنا هذا الموضوع على على النظام الهولندي سنستخدم الكلمات الثانيه التاليه الثالية السلطه القضائيه هي ريخت خيفن وهم القضاه السلطة التنفيذية الأوتفورندا ماخت وأيضا لدينا السلطة التشريعية وهي فولكس فرتيخن غريبة شوي الكلمة ولكن هي يقصد فيها ممثلين الشعب الآن كنت أتكلم عن الملك هو جزء من هذه السلطة التنفيذية والتي تضم معه أيضا رئيس الوزراء المينستر بريزيدنت أو كما يسمى الوزير الرئيس أو الوزير الأول وأيضا الحكومة التي تعمل مع هذا رئيس الوزراء المينسترز والذين يكون عددهم 12 إلى 13 مع بعضهم رئيس الوزراء وأعضاء حكومته يسموا هيت كابينيت ويسموا أي التشكيلة والأقل لا استخدم هذا المصطلح هؤلاء هم يقومون بتنفيذ هذه الأوامر الآن كيف يتم انتخابهم؟ يتم انتخابهم من التفايدة كامر أو من الفوكس كيف يتم انتخابهم؟ بصراحة أنت لا تنتخب رئيس الوزراء بشكل مباشر ولكن أنت تقوم بانتخاب أعضاء أو ممثلين الشعب والذين يكونون أعضاء لتفايدة كامر لتفايدة كامر أي الغرفة الثانية ما هي الغرفة الثانية؟ هل هنا غرفة أولى؟ آه نعم هنا غرفة أولى لكن لوضح الموضوع أكثر سأعيد شرحه بشكل أبسط قليلاً كل أربع سنوات هناك انتخابات للتفايدا كامر سأستخدم المصطلح بالهولندي ليكون واضح لأنه تسمعه كثيراً انتخابات للتفايدا كامر في انتخابات للتفايدا كامر يتم اختيار خمسة عفواً 150 عضو يشغلون مقاعد في البرلمان وأثناء و... الترشيح تطرح الأحزاب قوائم لديها فيها أسماء الأعضاء الذين اختارهم هذا الحزب ليكونوا ليست أن يعني هم الأشخاص الذين يمكن التصويت لهم من خلال هذا البحث الحزب أي على سبيل المثال أنا قل... عملت حزب أسميته حزب أه الحمر أه وضعت أسماء واحد واثنين وثلاثة وأربعة ستاتيك في الليسته تحت اسم حزب الحمر واحد واثنين وثلاثه واربعه في حال حصول واحد منهم على حوالي ثلاثين الف صوت من اصوات الهولنديين على ما اعتقد لست متاكد من الرقم فسيحصل على مقعد واحد في البرلمان اي ان ال 150 مقعد في البرلمان يتم تقسيمهم على عدد المصوتين البالغين الذين يحق لهم بالتصويت في الانتخابات فالناتج اذا قسمنا لدينا 17 مليون الذين يحق لهم بالتصويت حوالي 14 مليون فاذا قسمنا هذا الرقم سيكون لديك الرقم الذي ان حصلت عليه ستحصل على مقعد في البرلمان لمن يحق التصويت هنا في انتخابات التفيدا كامر الناس الناطقين بعربية او مجلس الشعب يحق التصنيف فقط للهولنديين او الحاصلين على الجنسيه الهولنديه وليس المقيمين في على الاراضي الهولنديه في حال ولنفرض أنا حزبي حزب الحمر حصل على 76 مقعد أي أنهم 150 نصفها هو 75 أكثر من 75 76 أو 77 فما فوق فأنا يحق لي منفردا أن أشكل الحكومة أنا سأكون كمترأس لهذه الليست لهذه القائمة الحزبية أن أختار أعضاء حكومتي وأقوم بعرضها للتصويت وعرض على الملك الموافقه لاصبح انا وحزبي رئيس الوزراء، ولكن الامر ليس بهذه البساطه، لم يحصل عبر تاريخ هولندا اي حزب على الاغلبيه المطلقه وكان قام بتشكيل الحكومه بنفسه، بل كان اضطر للتحالف، يعني ولنفترض انا الحزب الاحمر لدي 25 مقعد، حزب اخر لديه 25 مقعد، حزب اخر لديه 25 مع بعضنا 75 حصلنا على اكثر من اغلبيه نقوم بتشكيل ائتلاف حكومي او تحالف حكومي كي نعمل نحن هؤلاء الاحزاب الثلاثه على تشكيل الحكومه القادمه وهو ما يحصل في معظم الاحيان او في كل الاحيان بصراحه الى حد الان ولكن هنا عليك ان تقدم بعض التنازلات لا يمكنك ان تنفرد ب... باتخاذ القرار بنفسك يسال سائل هنا وماذا ماذا ستقوم الاحزاب الاخرى التي ليس لها الحظ كان لها حظ ان تصل الى ال... الى البرلمان او الى كامر ولكن ليس لها حظ ان تكون في مقاعد الحكومة انت ستكون هنا ما يسمى بالأوبوزيتسي هي احزاب المعارضة انت ستكون بالمعارضة يحق لك ان تعترض على قرارات الحكومة وان تجبرهم في بعض الاحيان على سحبها وان تطرح قوانينك الخاصة ولكن بموافقة الحكومة ذكرت كلمة أوبوزيتسي مقابلها هي كلمة كواليتسي أو خليني أقول الصفوة وهي الأحزاب التي تجلس في مقاعد الحكومة أحزاب تجلس في مقاعد الحكومة ولم تكن هي الحكومة ذاتها ولكن أحزابها من الأحزاب التي تشكل الحكومة هي الكواليتسي أحزاب المعارضة لها هي أحزاب أوبزيتسي هذا هو الحكومة تشكيلها لتفيدا كامر ينقص هنا شيء اه ينقص هنا كامر ساتكلم عن هذا الموضوع ما هو الايرس كامر او البرلمان نحن بنقول برلمان على تفيدا كامر ولكن هذه التسميه خاطئه البرلمان ليس التبيدا كامر فقط التفيدا كامر ترجمتها الحرفيه الغرفه الثانيه اين الغرفه الاولى الغرفه الاولى هي السينات كما تقال باللاتيني او السيناتورز ما يشبه السيناتورز الناس اللي بتعرف امريكا هو مجلس الشيوخ هو موجود في هولندا ولكن هو لا تسمع عنه كثيرا لانه غير متدخل مباشر في حياتك هؤلاء الغرفة الأولى هم أيضا أعضاءهم موازي لأعضاء الغرفة الثانية ولكن عملهم لا ليس أن يتدخلوا في عمل الحكومة بشكل مباشر ولا أن يشكلوا الحكومة ولا أن يقوموا بتعيين رئيس الوزراء عملهم يقتصر فقط على تدقيق القرارات التي تخرج من التبيدة كامر ولنفرض صدر قرار بمنع ترحيل أي مهاجر فسيتم ارسال هذا القرار الى قبل ان يصدقه الملك الى الايرستيك هامر يتأكد من دستوريه هذا الموضوع، التاكد دستوري فاذا وجدوا يمنع ترحيل اي مهاجر ولنفترض ان هناك مهاجر هو خطر على الامن القومي ولكن هم ملزمين بابقائه هنا سيقولوا لهم انه هذا يتعارض مع ماده في الدستور والتي تقول بان على الدوله ان تحمي المواطنين الهولنديين. وترد هذا القانون الى لتفيدا كامر لكي تقوم بتعديله او تقوم بالغائه او تقوم بطرح بديل له. من المهم بالذكر ان نعرفه بانك انت لا تقوم بانتخاب الايرستا كامر، انت لا تنتخب الايرستا كامر ولكن انت تنتخب هيئات اخرى تقوم بانتخاب الايرستا كامر. لذلك فان تشكيله لتفيدا كامر لا توافق دائما تشكيله الايرستا كامر حزبي، حزب الحمر الذي حصل على 75 مقعد باللتفيدا كامر قد لا يكون له حظ في الايرستيكامر فبالتالي قوانينه ليس من السهوله ان تمر على نظام الإير... عن طريق الايرستيكامر هذا الموضوع هو موجود لذلك انا اقول دائما ان الديمقراطيه هي شيء معقد وهي شيء مكلف وهو يحتاج دائما الى نقاشات لا تنتهي من ينتخب الايرستيكامر من ينتخب الايرستيكامر ساتكلم عن هذا الموضوع بشكل موجز لكي نفهم الموضوع تكلمت انا ان لديك كل اربع سنوات انتخابات لمجالس الشعب ممثلي الشعب والأقول وهم تبيدا كامر بصراحة ولكن أي انتخابات أخرى لديك هناك يا سيد الكريم سيدة الكريمة انتخابات البروفينسيال ستاتن وهي ممثلين مجالس المحافظة عندما تنتخب أنت ممثليك في البلدية وفي المحافظة كما قلت أن المحافظات (provinces) تنقسم إلى بلديات خمينتن فأنت عندما تنتخب أعضاء المجلس البلدية أو مجلس المحافظة هؤلاء هم من سيقومون بانتخاب أعضاء الأيرست كامر وهي تتم كل أربع سنوات. وهنا من الجدير بالذكر أنها ليست فقط للهولنديين بمجرد سكنك ثلاث سنوات في مكان معين في بلدية معينة يحق لك أن تنتخب بالبلدية التي أنت موجود فيها أي أنك لا تستطيع أن تنتخب أنت تسكن في بلدية أمستردام أن تنتخب مجلس محافظة في مدينة خرونيغن، يجب أن تنتخب في مدينة أمستردام المدينة التي أنت تسكن فيها هؤلاء لاحقا أيضا تشكيلاتهم السياسية يوجد أحزاب مصغرة في المحافظة تختلف جذريا عن تشكيلات الحكومة الحالية أنا حزبي حزب الحمر هو الحزب المنفرد في السلطة في الحكومة ليس بالضرورة أن أكون أنا الحزب صاحب الشعبية الأكثر في أمستردام بالمناسبة هذا الموضوع ليس خاص فقط في هولندا ولكن في كثير من الدول الديمقراطية أو شبه الديمقراطية الموضوع يعمل بهذا الشكل فأنت عندما تنتخب هذا المجلس هذا المنتخ... المجلس سينتخب مجلس آه الشيوخ لاحقا الذي سيصادق على القوانين أي أنك تنتخبه بشكل غير مباشر عن طريق مجلس المحافظة ومجالس البلدية الموجودة من المهم بالذكر أنا تكلمت عن الملك والحكومة آه الكابينات الذين هم سلطة تنفيذية أو آه دماخت وإذا تكلمت عن السلطة التشريعية بإيجاز شديد التي هي هيت بارلمنت أو إيرست كامر ودفيدا كامر السينات مجلس الشيوخ اللي هني سامن اسمه الفوكستل فرتيخن فوردخرز هناك بصراحة هيئة تكاد تكون مستقلة عن هؤلاء السلطتين وهي الفاتر الفاترسخاب رادن خليني أقول الفاترسخاب رادن هي مجالس المياه شو مجالس المياه؟ طبعا اللي عايش بهولندا او يعرف القليل عن هولندا يعرف ان الهولنديين كانوا ناس تحارب حرفيا المياه كيف تحارب المياه المياه هي مهمه جدا في هولندا وايضا من المهم جدا ان تكون بامان منها في هولندا بسبب ارتفاعها عن مستوى سطح البحر فهناك هؤلاء المجالس التي تشرف بشكل مباشر على تنقيه المياه على عمل المضخات على السدود على امان هذه السدود تكون بهيئه شبه مستقله بعيده عن التحزبات الحزبيه كي تؤمن الاراضي الهولنديه وهذا الموضوع هو هولندي بحت فتجدها احيانا في ذكر السلطات تذكر على حده مع انه مجلس لا يتدخل في حياتك بشكل مباشر لكن بصراحه اذا فكرت في الامر بشكل اعمق فان حياتك مرتبطه قد تكون بشكل مباشر بموضوع الفاترسخاب لانه بصراحة اذا اهملوا عملهم فقد تغرق على الاقل ثلث هولندا تحت مستوى سطح البحر وسيضيق يا صديقتي اذا كنت من تعساء الحظ وكنت من سكان نورد او زاد هولندا ففرصك في النجاة ستكون قليلة جدا قبل ان انتقل الى اخر نقطة في هذا الفيديو وهي الاحزاب بشكل سريع أه سأذكر من جديد بالانتخابات الموجودة بهولندا، الانتخابات التي بامكانك ان تنتخبها بشكل شخصي انت كمواطن هولندي او مقيم في هولندا. المواطن الهولندي ينتخب وهي الانتخابات الاهم على الاطلاق وهي انتخابات لدفيدا كامر، تنتخب فيها ممثلك في لدفيدا كامر في مجلس الشعب الذي سيقوم لاحقا بتشكيل الحكومة او يؤثر كثيرا على تشكيل الحكومة. أه ثانيا انتخابات الفاترسخاب. انتخابات الخمينترادا اللي ستكون لاحقا من يختار الايرست كامر وهي كلها انتخابات خلال اربع سنوات تريدا كامر هي فقط للهولنديين كما قلت هناك كل خمسة خمس سنوات بارلمنت انتخابات للبرلمان الاوروبي هذه الانتخابات بامكانك كلها ان تشارك فيها كما قلت ولكن انتخابات تريدا كامر هي فقط كامر للهولنديين والأوروبية لحمل الجنسيات أحد بلدان الاتحاد الأوروبي سواء كان مقيم بهولندا أو ببلد آخر بالنهاية ختام هذا الموضوع نبذة سريعة عن الأحزاب الأحزاب بهولندا تصنف سأفرد لها موضوع مفصل عن هذا الموضوع ولكن أريد أن أختم فيه بفكرة بسيطة كي تكتمل الصورة لدى المستمع أنا آسف أعطيت معلومات كثيرة كثيرة ولكن المفروض بهذا الفيديو أن يكون أسرع ما يكون الأحزاب تصنف إلى أحزاب يمين وأحزاب يسار، ولكن ليست فقط كذلك كما يصنف في كثير من البلدان الناطقة بالعربي، لكن أيضاً تصنف إلى أحزاب تقدمية وأحزاب محافظة. عندما أتكلم عن اليمين وعن اليسار ببساطة الأحزاب اليسارية تميل أكثر إلى جعل الدولة هي المتحكمة في كل شيء الدولة التي هي ستبني المستوصفات الدولة هي التي ستقوم ببناء طرقات الدولة هي التي ستساعدك في حال كنت غير قادر على العمل أي وبنفس الوقت الدولة هي اللاعب الأساسي أيضا ستقوم بجباية ضرائب أكثر بوضع قوانين أكثر بتنظيم الحياة في البلد بشكل عام لعب دور حيوي الأحزاب اليمينية تقوم على موضوع أن تكون أنت حر بنفسك وتكون أيضا في نفس الوقت مسؤول عن نفسك قوانين اقل قوانين اقل صرامه اذا احتجت لمستشفى يجب عليك بناءه بنفسك او تقوم بالتشارك مع اصدقاء مع اهل مدينتك لبناء هذا المستشفى والتبرع له واخذ زمام المبادره ايضا اذا كنت غير قادر على العمل يجب عليك ان تحاول بمبادره شخصيه ان تجد بديل لهذا الامر وبالمقابل انت تدفع ضرائب اقل للبلد اي ان الدوله تلعب دورا أقل أهمية في حياتك كمواطن اليمين واليسار ولكن كما قلت المفهوم مختلف كليا عن بلدان الناطقة بالعربية ولكن هناك أحزاب بروغريسيف وكونسرفاتيف يعني أحزاب محافظة وأحزاب تقدمية عندما أتكلم عن أحزاب دينية بشكل عام هي أحزاب محافظة أي أنها غير منفتحة على أفكار مثل زواج المثليين أفكار الإجهاض أفكار تحرر المرأة بشكل عام اعطاء الحريات اكثر فتسمى احزاب محافظه او بهودند او على عكس هذا الامر الاحزاب قد تكون بروكريسيف uh, اي انها اكثر احزاب منفتحه اكثر على قضايا البيئه، قضايا الشباب، قضايا الحريات تريد ايلاء اهتمام اكثر للحريات الفرديه عن قيم المجتمع المحافظ وقد يكون الحزب يمينيا حزب يمينيا والتصنيف يكون اكثر شيء على مبدا الاقتصادي خليني اقول مبدا النظره الاقتصادي للموضوع قد يكون يمينيا ولكن بنفس الوقت هو حزب بروجريسيف هو حزب تقدمي وقد يكون يساريا وبنفس الوقت هو حزب محافظ. هذا هو كان بالموضوع باختصار، شرح الموضوع يطول ولكن ساضع صوره فيها توزع اهم الاحزاب بهولندا على الخارطه السياسيه وقد يكون هناك فيديو بالمستقبل مفصل اكثر عن هذا الموضوع. تلخيصا لما سبق تكلمنا اليوم عن عن المملكة الهولندية ماذا تعني المملكة الهولندية ماذا تعني أن تكون مملكة دستورية من هو على رأس هذه المملكة الدستورية هذا الملك ما هي صلاحياته هذا الملك يعمل مع من هؤلاء الذين يعملون معه وهم الحكومة كيف يتم انتخابهم أو من يقوم بتعيينهم وهذه التفايدة كامر التي تقوم بتعيينهم أو بتشكيل هذه الحكومة كيف تنتخبها هل تنتخبها بشكل مباشر أم أنها تقوم عن طريق انتخاب اشخاص اخرين آه هذا هو حال الإيرست كامر التي تنتخب اشخاص اخرين هم اعضاء المجالس البلديه او مجالس المحافظه والذين يقومون بانتخابهم تكلمنا ايضا عن هذه الانتخابات كم مره هناك انتخابات التي هي كل اربع سنوات بالنسبه لانتخابات الايرستا ولدفيدا كامر والفاترسخاب أه، ولكن هي كل خمس سنوات بالنسبه للبرلمان الاوروبي والذي يحق له فقط يحق لك انتخابه فقط ان كنت مواطنا اوروبيا فيدا كامر اذا كنت مواطنا هولنديا وختمت هذا الفيديو ايضا بالكلام عن الاحزاب السياسيه ماذا يعني ان يكون الحزب محافظ؟ ماذا يعني ان يكون تقدمي على اليمين او على اليسار من القارة السياسيه. اسف جدا على الاطاله في هذا الفيديو واسف جدا على تكثيف المعلومات بشكل مزعج قد يكون للبعض ولكن الفكره من هذا الموضوع ان يتم عرض هذا الفيديو بعد ان يكون هناك شرح مسبق طرح عنه ويكون تلخيص لهذا الشرح الذي سيطرح على من القادمين الجدد اثناء متابعتهم لدورات الاندماج في منظمه في في ان وفي بعض من المنظمات والفكره منه كما قلت هي فكره تطوعيه مساعده الناطقين بالعربيه باخذ فكره اكثر عن هذا الموضوع بلغه ابسط اقرب الى فهمهم الشخصي، ايضا لاي انتقادات اي افكار او مشاركات او اضافه او مساعده ايضا ارحب جدا بمضمون مشاركه تجربه شخصيه بامكانك ان تتصل بنا على الروابط الموجوده في صندوق الوصف في هذا الفيديو اذا كنت تتابعنا من على اليوتيوب او اسال الشخص المحاضر كيف بامكانه اتصل بقناه الدومري على يوتيوب. تطرح أفكارك أو تساؤلاتك أيضا معلومات جدا مهمة موسعة ومبسطة عن كل شيء تكلمت في هذا الفيديو وقد تكون أكثر إفادة لمن يرغب بالتوسع أو يكون بلحظة صفاء ذهن أن يتصفح هذا الموضوع اذهب إلى صندوق الوصف أو أيضا أسأل المحاضر أين بإمكاني إيجاد هذه الروابط التي تكلم عنها بالفيديو بالعربية وبالهولندية أيضا حبي وتحياتي للجميع عادكم بفيديوهات أخرى في ذات السياق ولكن ممكن أن تكون بشكل موسع أكثر في وقت لاحق أتمنى التوفيق للجميع ومحدثكم فادي حداد إلى اللقاء